هذا ومكنت مدينة الشباب 2030 التي تنظمها وزارة شؤون الشباب والرياضة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي صندوق العمل تمكين الشباب البحريني بمختلف البرامج لما لهم من دور كبير للمساهمة بالنهوض بالتنمية المستدامة في مملكة البحرين. وتساهم هذه البرامج المتنوعة التي تقدمها المدينة في الارتقاء بالشباب البحريني من خلال صقل مهاراتهم وابداعاتهم في المجموعة المتكاملة المتواجدة بالنسخة 11. أولت مملكة البحرين الاهتمام الكبير بالشباب، وقامت باحتضان الشاب البحريني في مدينة الشباب 2030 بنسختها 11، وذلك من منطلق إظهار مواهبهم وإبداعاتهم. فهذه المدينة التي تتواجد بها برامج متكاملة ومتنوعة احتضنت جميع الأعمار لجعلهم أكثر تفاعلا وصناعا للقرار لما لهم من دور مؤثر في صناعة مستقبل البلاد. طبعا هنا مدينة الشباب هي تكشف مواهب الشباب البحرينيين والأطفال، فاللي عنده موهبة هنا يقدر انه يستفيد منها، يطلعها ويعلم اللي حوالينا منها. عندنا مدربين مختصين حق كل مراكز. احنا عندنا 5 مراكز، هو المركز الإعداد القادة، المركز العلوم، المركز الرياضي، المركز الإعلامي، وحي الفنون. كل مركز يعني ولا مواهبه وبرامجه. مدينة الشباب تصقل المهارات عند الشباب، تساعدهم على إبراز المهارات عندهم، سواء كانت عندهم المهارة أو ما عندهم. إذا ما كانت عندهم تكتشفها من خلال البرامج التدريبية اللي تقدم في مدينة الشباب. ويعتبر الشباب هم عماد الوطن ومستقبل الدول، فمن هذا المنطلق جاءت مدينة الشباب لإبراز روح للابتكار والإبداع لدى الشباب في مختلف المجالات. سعيدين أن مدينة الشباب رجعت هاي السنة، لأن يعني لها دور كبير على الشاب البحريني، على المواطن البحريني، لأن هاي المكان خرج وايد ناس، ونتوقع أن يعني راح يبنون يعني البحرين، أو راح يكونون مواطنين صالحين. مدينة مفعمة بالطاقات الشبابية البحرينية تهتم بكل تفاصيلها بالعنصر الاستثماري، وهم الشباب، كونهم عنصرا رئيسيا لنهضة مملكة البحرين وإيصالها للعالمية.